أكثر من نصف سكان العالم بيعاني من الإصابة بجرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية، وتعد جرثومة المعدة سبب شائع للقرحة. الموضوع مهم جدا، مؤرق لناس كتير، ممكن يؤدي للسرطان من اللي بيعملوا في المعدة. حنفهم شو هي أهم الطرق الطبيعية المتاحة للتخلص منها بإذن الله. أنا دكتور صبحي الياس، تابعوني بعد الفاصل حتى نتعرف على العلاج الطبيعي لهذه الجرثومة المثيرة للجدل. أهلا وسهلا فيكم. طبعا أسباب وأعراض ومضاعفات جرثومة المعدة ذكرتها في حلقة سابقة، سأضع رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف. لابد في البداية ننام كويس، نمنع القهوة، نمنع السكريات، نمنع الألبان. إذا بدأنا في رحلة العلاج الطبيعي لهذه الجرثومة نعمل هذه الأشياء: ننام كويس، نمنع القهوة، نمنع السكريات البسيطة، نمنع الألبان، امنع أي حاجة فيها جلوتين عشان نقلل الالتهابات في الجسم ونعزز المناعة، وبعد أيام نبدأ العلاج الطبيعي لجرثومة المعدة. صعوبة الجرثومة هذه إنها بتكون متدارية ومتخبية خلف الغشاء المخاطر للمعدة، فبدنا حاجة تزود حموضة المعدة بشرط إنه ما يكون في قرحة معدة. أولا السلفورافين، هذا السلفورافين الرائع القاتل لهذه الجرثومة، وهذا موجود في براعم البروكلي الموجودة فيه السلفورافين بمقدار 20 ضعف على البروكلي نفسه. إذا براعم البروكلي موجودة عند محلات الخضار وفي المولات والسوبر ماركتات. طبعا هذه بتقضي على الجرثومة والبكتيريا الضارة اللي طبعا الموجودة في الجهاز الهضمي. 2 العرق سوس، طبعا هذا يساعد المسكة. سنتعرف انه المسكة هي برضو من ضمن العلاجات الطبيعية لهذه الجرثومة. العرق سوس يعتبر مساعد للمسكة، فهذا العرق سوس يفتح الأماكن لوصول المسكة للجرثومة عشان تقضي عليها. يفتح، احنا قلنا الجرثومة موجودة خلف الغشاء المخاطي ومستخبية وراء، متدارية وراء، فالعرق سوس يفتح الأماكن لوصول المسكة للجرثومة عشان يقضي عليها. بتم شربه على شكل شاي 2 لـ3 في اليوم، أو بتم قرشه قرش على مدار اليوم. لكن لو عندك مشاكل في البوتاسيوم والكلى أو عندك ارتفاع في ضغط الدم أو سكري لا تأخذ عرق السوس. 3 الكركم، الكركم حطه في كل أكلك. الكركم بموت البكتيريا والفيروسات، ومن ضمنها اللي هي الهليكوباكتر بايلوري أو ما تعرف بجرثومة المعدة. 4 زيت جوز الهند الخام البكر، مش زيت جوز الهند المكرر، ولكن زيت جوز الهند الخام البكر. ومن أفضل أنواع الزيوت المجربة هي زيت لشركة ماليزية، هي شركة DXN، تصنع زيت جوز هند خام بكر فاخر. طبعا هذا الزيت اللي احنا قلنا لابد انه يكون خام وبكر، غني بحمض اللوريك، اللوريك اللي بيعتبر قاتل للبكتيريا والفطريات وجرثومة المعدة. ملعقة كبيرة منه صباحا وملعقة كبيرة مساء لمدة شهر. 5 المسكة الماستيك جم أو حصلبان ذكر، طبعا مسمى ثاني إلها، وقلنا الذي يساعد المسكة سابقا العرق سوس، بيفتح لها المجال إنها بتخش المسكة إلى خلف الجدار المخاطي اللي متدارية فيه ومستخبية فيه الجرثومة المعدة حتى يتم قتلها من المسكة. ملعقة كبيرة من المسكة بنحطها في الليل، نضعها في الليل في كوب ماء عادي، نتركها منقوعة حتى الصباح وبنشربها صباحا. أيضا بنضع برضو ملعقة كبيرة صباحا في كوب من الماء ونتركها مساء لنشربها مساء. إذن صباحا ومساء حتى لمدة شهر كامل، وسنجد فوائد رائعة ونتائج رائعة في القضاء على هذه الجرثومة. 6 عسل المانوكا، هذا يعتبر مضاد حيوي طبيعي غالبا مصدره نيوزيلندا، لكن لو عندك سكري طبعا لابد تنضبط في تناول عسل المانوكا، والأفضل تتجنبه إذا كان مستوى
السكر عندك في الدم غير منضبط. 7 الشاي الأخضر والمورينجا، يوم هذا ويوم هذا أو واحد منهم مرتين أو 3 يوميا، لأنها غنية بمضادات الأكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة وبتزيد مناعة الجسم والمعدة، وبالتالي تساهم في القضاء على الأتش بايولوري أو جرثومة المعدة. 8 عصير الملفوف، وفي بلاد تانية بسموه الكرورم، قطعة يعني قطع اللي هو قطع صغيرة الكرونوب، اطحنه في الخلاط وكل يوم اشرب من 2 إلى 3 كوبايات من عصير الكرونوب. هذا بيعالج التهابات المعدة، بيعالج الطبقة المخاطية، ليس قاتل البكتيريا بس، برضو بيصلح الحاجات اللي خربتها الجرثومة، وبالتالي بيساعد الحاجات التانية اللي هي تعمل على قتل البكتيريا. 9 2 جرام فيتامين سي بقوي جهاز المناعة للجسم داخل الطبقة المخاطية، فالدم لا يصل لهذه الطبقة المخاطية، والبكتيريا إلها البكتيريا لها طبقتين، وبالتالي الأدوية لا تصل لهذه لها بسهولة. فيتامين سي بقوي المناعة جوا الطبقة المخاطية فيسرع قتل البكتيريا. أيضا زيت الأوريغانو بيوقف زيت الأوريغانو نمو جرثومة المعدة. 5 نقط من زيت الأوريغانو في مية دافية فاترة مرتين يوميا بعد الأكل صباحا ومساء. الزنجبيل، الزنجبيل بيعالج العليل، قاتل للجرثومة وبيصلح وبيقوي الطبقة المخاطية للمعدة، وبيعزز نمو البكتيريا النافعة اللي هي الانتستاينال فلورا. نشرب عدة مرات يوميا بعد الأكل، مش على معدة فاضية، وبالتالي حاجة بتقتل، حاجة بتوقف نمو البكتيريا، حاجة بتصلح الطبقة المخاطية للمعدة. بعد شهر اذهب لأقرب مختبر واعمل فحص، وطبعا الفحص بيكون ان شاء الله نيجاتيف، وبعد شهرين بتبدا تتظبط اللي هو حمض المعده بانك تاخذ خل تفاح و50 ملي جرام زنك يوميا، لانه لما يتظبط حمض المعده حيؤدي الى اللي هو القضاء على اللي هو هذه الجرثومه. ودوما اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، وادعوكم لمتابعتي ايضا على قناه صحه العائله العربيه، ستجدوا محتوى رائع يزيد من ثقافتكم الصحيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.